على هذه الأرض ما يستحق الحياة والتمتع بالجمال الكامن فيها خفياً وظاهراً. ومن فوق رمال وصخر ونبات تبدأ هذه الحلقة الجديدة من وثائق رحلة الطير، مع تجربة جديدة تتمثل في التخييم لمدة 20 يوماً بموقع التصوير. الهدف منها رصد دورة حضانة البيض والتفقيس لطائر القراوي ابن هذه الأرض التي يقيم فيها ويتكاثر وينعم بخيرها وأمانها. حلقة جديدة وضيف جديد، لكن هالمرة التغطية بتكون مميزة بطريقة مختلفة. خلوكم معانا نحط استعداداتنا في هذه المنطقة ونشوف الطير. تقريباً هذه كل المعدات اللي أحتاجها اليوم. موضوعنا اليوم هو توثيق عش القراوي، طبعاً يعتبر من الطيور المقيمة عندنا في قطر. راح أكون في هذه المنطقة ما يقارب 20 يوم على أساس أني أقدر أوثق تفريخ القراوي وأقدر أخذ سلسلة متكاملة من أول ما الطير احتضن البيض إلى فترة التفقيس. الله يوفق إن شاء الله خلال هذه الفترة نقدر نوثق جميع هذه السلوكيات إلى أن يظهر فرخ القراوي. خلوكم ويانا، راح نضبط الخيمة والإعدادات ونشوف القراوي في هذه المنطقة وهو يحتضن البيض. طبعا مثل ما انتم شايفين سوينا استعداداتنا تركيب الخيمة، شوي الهواء قوي، نقول ان شاء الله ان الهواء يطيح على اساس ان نقدر ناخذ راحتنا في التصوير. هذه تصوير الحياة البرية، يعني ممكن يجيك مطر، ممكن هواء قوي، ممكن غبار، كله من توافق رب العالمين، لكن احنا راح نشتغل على استعداداتنا والله يوفق. راح ادخل الكاميرا مع الكرسي وانتظر القراوي ان شاء الله يجي على العش ونشوف بعض المشاهد الجميلة. طبعاً هواء قوي، لكن نقول إن شاء الله أن الله يوفقنا ونقدر نكمل اليوم على خير والخيمة ما تطير علينا. مثل ما أنتم شايفين القراوي موجود حاضن البيض. تبدأ رحلة الرصد الطويلة لحياة هذا الطير القطري الأصيل الذي كانت صورته تزين عملات قطر سابقاً، وهو ما يؤكد أسباب الشغف به من قبل أهل قطر. فهو معروف بأنه طائر جميل وصغير لكنه سريع الحركة، وسبب ذلك هو محاولته خداع كل من يقترب من عشه بالجري بعيداً عنه حتى يبعد الخطر عن فراخه. وطائر القراوي من الطيور المسالمة، ولكن الناس يحبون هذا الطير لصفات أخرى فيه، فهو يمثل مصدر غذاء ممتاز لطيور الشاهين التي يربيها أهل قطر، وخاصة من سكان الساحل كالخور والذخيرة. طبعاً فترة احتضان البيض تكون ما بين 21 يوم إلى 25 يوم تقريباً. يتبادلون الذكر والأنثى احتضان البيض. المميز أن أول ما يفقس البيض كلها ساعات معدودة وتلاقي الفروخ تحركوا مع الذكر والأنثى وانتقلوا إلى مكان ثاني على أساس أنه يحطونهم أو يخشونهم في منطقة معينة يغذونهم لين ما يكبرون بشكل واضح ويقدرون يعتمدون على نفسهم. إن شاء الله الله يوفقنا خلال هذه الفترة 20 يوم تقريبا راح أزور هذه المنطقة بشكل يومي على أساس أني أقدر أوثق تفريخ القراوي. طبعا صار لي انا في هذه المنطقة قرابة 10 ايام كنت ارصد العش ونويت اني اخذ له توثيق هذا اليوم قبل لا يفرخ، وان شاء الله خلال الاسبوعين الجايين راح اكون متواجد ايضا على اساس اني اقدر اوثق عملية تفقيس البيض. ان شاء الله الله يوفق ونقدر ناخذ لنا التقاطات اليوم والتقاطات خلال الاسبوعين الجايين ونقدر نشوف سلسلة مرحلة احتضان البيض إلى مرحلة التفقيس.
يوم جديد بعد متابعة عش القريوي لمدة أسبوعين. اليوم تقريباً البيض راح يفقس، راح أكون موجود داخل الخيمة، وإن شاء الله إذا الله وفق راح نوثق تفقيس البيض وسلوك القريوي نفسه مع الفرخ. خلوكم ويانا ونشوف أمتع اللحظات مع طير القريوي. الحمد لله رب العالمين، قدرت اني اوثق تفقيس بيضه واحده. مثل ما قلت في الاسبوعين الماضيين خلال توثيق عش القريوي ان الفروخ اول ما يفقسون من البيض كلها ساعات قليله يعني، وتلاقي الفرخ طلع من البيضه ومشى مع الام لمنطقه ثانيه. الحمد لله توفقنا اليوم في عملية توثيق تفقيس البيض، الفرخ موجود في نص البيضة والأم كانت موجودة وطلعت، فراح انتظر شوي على أساس أنها ترجع للفرخ تأخذه توديه المنطقة الثانية. وبعد انتظار طويل للجائزة الكبرى على أحر من الجمر، نجح المستكشف والموثق للحياة البرية محمد الباكر في توثيق أجمل لحظات تجدد الحياة على هذه الأرض الخصبة. إنها لحظات تفقيس البيضة وبداية ظهور الفرخ وهو يصارع القشور والصعاب ليخرج إلى عالم الطبيعة القطرية البديعة ويساهم في تأثيث الإرث البيولوجي الدائم لأرض قطر. إنها لحظة فريدة في هذا البرنامج. طبعاً من أمتع اللحظات عند المصور بعد ما يتابع أي عش لأي طير خلال فترة احتضان البيض لمدة 20 أو 21 يوم إلى تفقيس البيض، تعتبر هذه اللحظة هي أمتع لحظة ممكن أن يوثقها المصور، لأنها من أجمل السلوكيات لما تشوف الفرخ يطلع من نص البيضة وسلوك الطير نفسه مع الفرخ، سلوك حميمي جدا ما بين الأم والابن. ما أقدر أوصف لكم السعادة والفرحة أثناء توثيقي لهذا السلوك. لاحظوا معاي الطير محتضن الفرخ ما بين الجناح، رأس الفرخ بس اللي يبين من الجناح، شيء جميل جدا. سبحان الله، سبحان الخالق. الاسم القريوي، اللون رمادي فاتح مع خط أسود على الرقبة يتلاشى عندما يكبر الطير، الغذاء الحشرات والديدان الصغيرة، الموطن الساحل القطري، الوصف طيور مقيمة في قطر وتتكاثر فيها، تتراوح مدة تفريخها بين 21 إلى 25 يوماً. أتمنى أن أنتم تكونوا استمتعتوا معنا خلال هذه اللحظات الجميلة وتكونوا معنا في رحلات جاية نوثق فيها طيور مختلفة في مناطق مختلفة في البيئة القطرية. تتغير الآن زوايا التصوير وتتمايز الأماكن التي يقصدها المستكشف والموثق للحياة البرية محمد الباكر لإشباع شغفه بالطبيعة والطيور، لكن تبقى الأرض هي ذاتها محتفظة بكل جمالها وجلالها. ومن بين أجمل تلك المناطق القريبة من دوحة الخير اختار الباكر مكاناً مليئاً بالخضرة وقصده لرصد الطيور وتصويرها في أفضل توقيت. رحلة جديدة اليوم في أحد المناطق الجميلة عندنا في الدوحة. مثل ما أنتم شايفين الدنيا عندنا خضرة بشكل كامل والطيور واضحة أمام العين. طبعاً هذه الفترة الصباحية هي أفضل فترة ممكن نستكشف فيها على الطيور. راح نأخذ لفة عامة في هذه المنطقة نستكشف فيها، الله يوفقنا نحصل لنا طير أو ضيف جديد نقدر نتكلم عنه بشكل مفصل. خلوكم ويانا في هذه الرحلة.
طبعاً من أجمل الأوقات هو وقت البحث والرصد عن الطيور، لأنه يكون فيه تحدي بين المصور وبين نفسه أنه راح يلقى طير جديد راح يوثقه أو يتكلم عنه، أو سلوكية جديدة، طير نادر، طير مهاجر، فروخ جداد ما صورهم من قبل لنفس الطير. فهذه المرحلة تعتبر من أجمل المراحل وفي نفس الوقت أصعبها، لأنها تأخذ وقت طويل. خلكم ويانا، إن شاء الله الله يرزقنا بطير نقدر نتكلم عنه بشكل مفصل. في طير موجود هناك على الصحر، لكن أنا إذا مشيت له أتوقع أنه بيطير، فباركب السيارة بحط التمويه وبارجع شوي على أساس أني أقدر أخذ له التقاطه وأقف على الحصى هناك. يلا إن شاء الله الله يوفق يكون طير ما شفناه من قبل. ولأن اقتناص اللحظة من الأمور التي يتقنها محمد الباكر جيداً، فقد قرر التسلل بالسيارة إلى موقع ذلك الطير بكل هدوء وسكينة، فالصمت والتخفي ضروريان لشعور الطير بالطمأنينة والأمان، والباكر يملك أدوات احترافية لإخفاء حركته عن الطير الذي يستهدف تصويره. فأنا أهم شيء وقت الاستعداد تكون مغطي نفسك بحيث أن الطير ما يخاف من أي حركة ممكن تسويها داخل السيارة. تجربة الاستمتاع برصد الطيور يعيشها المستكشف والموثق للحياة البرية محمد الباكر بكل جوارحه وخبراته، فهو يتهيأ لذلك الرصد بلباسه المموه المتناسق وآلات التصوير التي لا تقل تمويهاً عنه. لكن ما يميز رحلة البحث عن الطيور هذه المرة هو أنه يقصد المكان الذي يعرفه تماماً كما تعرفه تلك الطيور الفريدة. هذه فقاقة زيانية. طبعاً الطير اللي نشوفه قدامنا يعتبر من الطيور المهاجرة. الحمد لله توفقنا أن لقينا طير ما صورناه من قبل. يعتبر من الطيور التي تقطع آلاف الكيلومترات وتنزل عندنا في الدوحة بشكل سنوي. تعتبر من الطيور الجميلة ذات التغريد الجميل. يمتاز طبعاً باللون الأبيض والأسود. باللغة العربية احنا نسميه الأبلق الحزين. طبعاً هو مو بحزين، ولكن نسبة للون الأسود والأبيض سمي بالأبلق الحزين. تواجد هذا الطير عندنا في الدوحة يكون ما بين شهر 10 إلى شهر 2 بشكل سنوي. الأعداد اللي رصدت يعني في نفس الوقت ما كانت كبيرة، ولكن معقولة، يعني ممكن نحصل 3 إلى 4 طيور في نفس المنطقة. أنا بالنسبة لي هذا الطير رصدته طبعاً خلال السنوات الماضية، ولكن كان بشكل فردي، يعني دائماً ألاقي الطير يكون موجود بنفسه ما يكون في مجموعة. طبعاً قاعد يتنقل يدور على أكل. الاسم أبلق حزين شرقي، النوع طير زائر شتوي، اللون أسود أو أبيض، الموطن الصحراء والحقول، القياس 15 سنتيمتر. يوجد شريط أحمر في نهاية الذيل الأسود متساوي العرض دون امتداد واضح للون الأسود في أعلى ريش الذيل الخارجي. في الربيع يفقد الطير النهايات الشاحبة لريش الحنجرة والوشاح الأسود الموجود لدى ذكر الأبقع. الحمد لله توفقنا اليوم في تصوير الفقاقة الزيانية اللي هو الأبلق الحزين. طبعاً التوفيق من رب العالمين. إحنا بحثنا في هذه المنطقة وتوفقنا في رصد هذا الطير الجميل. راح نستكمل جولتنا إن شاء الله، نبحث عن طيور أو ضيوف جداد على البيئة القطرية في مناطق أو منطقة مختلفة جديدة. خلوكم ويانا.